يعني هاي الالاف المؤلفه 99% من عندهم سنه زين ويطبق عليهم مرض اربع ارهاب، هذه واضحه لكل العراقيين. يعني معقوله هاي المناطق كل العراق اللي يشيل سلاح ويختار هذا مو ارهابي، واللي يهدد العالم مو ارهابي، واللي دقات العشائريه طلع عليها ماده اربع ارهاب لحد الان ما طبقت على اي شخص ولحد الان متفعله كل مناطق العراق زين. اكو يصير خاف مثلا ابن محافظ البصره اللي متهم وطلع عليه حكم ومتلبس راح طلع من السجن وتعين بوزاره الخارجيه باحد الدول. يعني معقوله انا اتعامل بهالطريقه هاي كمواطن عراقي؟ انا ما طلب من عندك تطلع لي ارهابي ولا اريدك تفعمنا، لا بالله تعلق ساحه التحرير واللي يطلع وراه تعد. يعني تعتقد انه بما انه تقول 99% من المحكومين بالاعدام او بالاربع ارهاب هم سنه، تعتقد انه هذا القانون يستهدف السنه؟ انا مو جاي اتكلم عن هذا هذا الواقع والحقيقه، خاف احد يسولف فيه من غير كلام هذا. لا هو رايك اريد اعرفه انا، ورايك اريد اعرفه. جنابك تعرفه والاخوان اللي بنيوك الكرام قاعدين لك يعرفوا، كل العراقيين يعرفوا ماده اربع ارهاب ما تطبق على عراق السنين.